<applause> عندما يلهج بالخير اللسان وترى باحترام كل انسان ويداك تبني وتعمر اوطان هكذا قدرت ذاتك فلها كل احترام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد مشاهدي الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومع حلقه جديده ان شاء الله في هذا البرنامج آفات اللسان ونعوذ بالله من آفاته افات اللسان امراض اللسان بلايا اللسان المصائب التي يجرها اللسان على صاحبه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه صاحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه ويقول له يا رسول الله علمني عملا إذا عملته دخلت الجنة ويباعدني من النار فقال عليه الصلاة والسلام بين لمعاذ اشياء كثيرة من الفرائض ومن أبواب الخير ثم بعد ذلك آه قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ ألا أدلك على ملاك ذلك كله ملاك يعني إيه؟ يعني هو في البداية قال له آه تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ثم قال له ألا أدلك على أبواب الخير يا معاذ قال بلى يا رسول الله قال الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئه وصلاه الرجل في جوف الليل ثم تلا قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الى اخر الايه ثم قال له بعد ما بين له اعمال هي من الفرائض واعمال هي من السنن والنوافل ومن ابواب الخير قال له الا ادلك على ملاك ذلك كله يعني الشيء الذي اذا حافظت عليه يوشك مع ما مضى ان تدخل الجنه بلا عذاب ولو تخلف هذا الشيء ولو كان ما مضى موجودا يوشك ان تتعذب به فاذن هتؤدي كل اللي فات واللسان تخلف عن واجبه وقام ووقع في المحظور والافات فيوشك الانسان ان يعذب باللسان وان حافظ على اللسان مع الفرائض والنوافل يوشك ان يدخل الجنه بلا عذاب اذا اللسان هو الفاصل اللسان هو الفاصل الا ادلك على ملاك ذلك كله يعني ما يملك لك ويضمن لك مع هذه دخول الجنة بلا عذاب قلت بلى يا رسول الله قال أمسك عليك هذا وامسك النبي بلسانه وقال له أمسك عليك هذا يعني ده امسكه كفه كفه عن الشر كفه عن أعراض الناس كفه عن الكلام بغير ذكر الله وإن استخدمته فاستخدمه في ذكر الله سبحانه وتعالى استخدمه في طاعه الله في تغيير منكر في امر بمعروف في موعظه في دعوه الى الله سبحانه وتعالى في ارشاد الناس الى الخير في صناعه المعروف استخدمه في هذه الاستخدامات العظيمه اما ان تستخدمه كافه تضرك فإنك لا تضمن أن تنجو بما مضى من الأعمال لا تضمن أن تنجو بما مضى من الأعمال فكف عليك لسانك ولذلك تجد من الناس كثير يحافظ على الصلوات ويحافظ على أشياء كثيرة ولكنه إذا تكلم لم يحسن إمساك لسانه لم يحسن إمساك لسانه ولذلك فاللسان اسير عندك اذا تكلم صرت انت اسيره شايف الـ يعني الـ التقابل اللسان محبوس عندك تقدر تقفل عليه وتحبسه ولا يراه احد فهو اسير عندك تغلق عليه اسنانك الحديديه فلا يخرج ولا يرى لكنك إذا فتحت له الباب ولم تحسن استخدامه صرت أنت أسيرة ولذلك أنت لما بتخرج سر السر ده بيخرج عن طريق اللسان تفشي سرا وتقول لمن تفشي له السر يعني لا تحدث به أحد بيني وبينه هو يروح يكلم به ناس ويقول لهم بيني وبينكم واللي سمع يروح بيني وبينكم فصرت أنت متورطا بسبب اللسان صرت اسير هذه الكلمه التي جرت عليك المشاكل الكثيره ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يخافون من اللسان ومن افاته يعني كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه هكذا ويقول هذا اوردني الموارد ده اللي جايب لي المشاكل كلها ولذلك احنا بنسميها افات اللسان مشاكل اللسان بلايا اللسان اخطار اللسان وعشان كده الناس يعني ما اظن ان واحد يعني ما سمعش المثل او الحكمه هذه لسانك حصانك ان صنت صانك وان هنت هانك كل الناس يفهم معنى هذا الكلام اذا اللسان قد يصون صاحبه ويدفع به الى احترام الناس وان يرتفع قدره بين الناس وينال اعجاب الجميع وقد يكون اللسان وبالا على صاحبه يجر له المشاكل ويذهب به الى ما يرديه وما يدمره قد يفعل اللسان ورب كلمه أوقعت صاحبها في النار سبعين سنة بكلمة لا يبالي بها صاحبها إذا فالألسنة -ال أسيرة عندنا فإذا تكلمنا صرنا نحن أسرى لهذه الألسنة وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ليس شيء أحق بطول سجن من اللسان اي شيء ممكن يحبس لخطئه الا احق شيء بالحبس هو اللسان لان من اللسان تاتي البلايا كلها ولذلك كان تعبير دقيق جدا من ابن مسعود ليس شيء احق بطول حبس يتحبس طويلا من اللسان ولذلك كان الصمت آه يعني ذهبا ولذلك بعض الناس يقولون في الحكمه اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب سكوت اغلى ليه لانه بيعين الانسان على التفكر وعلى التدبر وعلى التركيز وبيحفظ لسانه ويحفظ جوارحه انما اذا تكلم آه ربما سقط في اعين كثير من الناس و قالوا المرء مخبوء تحت لسانه المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم أبان يعني أبان اللسان شخصيته المرء مخبوء تحت لسانه يعني لو أن أنت جالس مع شخصية الشخصية دي لم تتكلم وساكت أنت سُئلت سؤال والشخصية دي ساكتة انت مش عارف الشخصيه دي من العلماء ولا من الفقهاء ولا من المفتين تتكلم وانت حذر لانه لم يتكلم فما زلت تهابه ليه لانه مخبوء تحت اللسان لسه ما عرفناش الشخصيه دي ايه شخصيه جاده شخصيه فقيهة شخصيه عالمه شخصيه اقتصاديه شخصيه هزليه شخصيه آه ساذجه فيها من السذاجه ما ما الله بها عليم سذاجه كبيره آه اذا الانسان منا مخبوء تحت لسان فاذا تكلم ظهرت شخصيه الشخص يبقى اللسان هو الذي يدل على على صاحبه فكن صاحب لسان جميل صاحب لسان عظيم صاحب لسان لا يتحرك الا بحكمه يصطنع الكلام الذي به ترقى وتكون عند الناس عظيما ولذلك قالوا القلوب كالقدور تغلي بما فيها والسنتها مغارفها القلوب يعني قلب الانسان منا زي القدر اللي بيغلي اللي فيه طعام وبيغلي بهذا الطعام واللسان بيغرف وعشان كده ذكروا ان عيسى ابن مريم اه سبه احد الناس سبا شديدا وتكلم له عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام بكلام جميل فقالوا له يقول لك هذا الكلام الفظ ثم انت تكلمه بهذا الكلام الجميل فقال كل منا يخرج مما في جوفه كل منا كل واحد من الناس دي بيطلع من اللي جواه بيطلع مما في جوفه اذا القلوب الجوف الصدور كالقدر واللسان هو الذي يغترف فقد يغترف اللسان حليبا وقد يغ يغترف حبرا وقطرانا قد يغترف سما ناقعا قد يغترف دعوه الى الله قد يغترف اللسان ذكرا قد يغترف اللسان امرا بمعروف ونهيا عن منكر وقد يغترف اللسان والعياذ بالله صدا عن سبيل الله وقد يغترف اللسان شركا وكفرا وقر في القلب وظهر على اللسان ولذلك وجب علينا حفظ السنتنا فاللهم احفظ السنتنا من الكذب واجعل السنتنا سبيلا الى ذكرك والى شكرك والى حسن عبادتك والى رضوانك والجنه ولا تجعل السنتنا سبيلا لنا الى عذابك انك على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عندما يلهاج بالخير اللسان وترى باحترام كل انسان ويداك تبني وتعمر اوطان هكذا قدرت ذاتك فلها كل احترام